بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في حصص التكوينات المجانية الخاصة بالجوجبرا. هذه الحصة سنتطرق لبرمجية من البرمجيات المتعلقة بالحساب العددي، ألا وهي حساب كما تلاحظون هنا، حساب مجموع عددين صحيحين نسبي. فقط هنا سنعتمد على طريقة الأقراص أو الأزرار. دونك هنا قمت بتلوين قرص باللون الأحمر، وهذا القرص يمثل زائد واحد، وقرص آخر باللون الأزرق يمثل ناقص واحد. وعندما يلتقي القرص الأحمر بالقرص الأزرق فإن النتيجة تكون هي صفر. وكمثال على ذلك، مثلا هنا العدد عشرة قمنا بالتعبير عنه باستعمال هذه الأقراص. دونك هنا تلاحظون بأن لدي عشر أقراص أو عشرة أقراص، وهنا بالنسبة للعدد ناقص سبعة لدي سبعة أقراص، دونك سبعة أقراص باللون الأزرق لكي نعبر عن ناقص سبعة، وعشر أقراص باللون الأحمر لكي نعبر عن العدد عشرة. دونك باستعمال هذه القاعدة، دونك عندما يلتقي اللون الأحمر، دونك القرص باللون الأحمر مع القرص باللون الأزرق فنحصل على صفر. دونك باستعمال هذه القاعدة أقول سيتبقى لدينا فقط ثلاثة أقراص باللون الأحمر، وهذا يعني بأن النتيجة المحصلة عليها هي 3. دونك إذا كان مثلا عدد الأقراص الزرقاء يفوق عدد الأقراس الحمراء فإن النتيجة ستكون سالبة مثلا هنا، وسنحصل في هذا المثال مثلا على ناقص 5. دونك أبخي إليمناسيون إل نو غيست 5 بوطون بلو إيسي، دونك عندنا هنا 10، من هنا ناقص 15، دونك البقية هي 5 أقراص باللون الأزرق، وكل قرص باللون الأزرق يمثل ناقص 1، وهذا يعني أن النتيجة هي ناقص 5. دونك هذه طريقة فقط لمساعدة التلميذ على فهم الأعداد الصحيحة النسبية. أما رياضيا فلحساب هذا التعبير، دونك 10 زائد ناقص 15، سنكتب ناقص بين قوسين 15 ناقص 10، 15 ناقص 10 هي 5، ثم النتيجة هي ناقص 5. عندما تكون النتيجة موجبة بطبيعة الحال فإننا نحصل على هذا التعبير، دونك زائد بين قوسين 20 ناقص 10 مثلا هنا، فالنتيجة هي 10. دونك في هذه الحصة إن شاء الله سأقوم بإعطاء جميع الخطوات الممكنة التي نحصل عبرها على هذه البرمجية المتعلقة بالأزرار أو الأقراص. دونك مرحبا بكم مرة أخرى. دونك بعد فتح برنامج الجيوجبرا بطبيعة الحال سنحصل على هذه الشاشة، وهنا طبيعة الحال لدينا مجموعة من الأيقونات هنا. دونك عبر هذه الأيقونة يمكننا إدراج نص، دونك تكست هنا. دونك سأضغط لإضافة عنوان لهذه البرمجية بطبيعة الحال. دونك البرمجية العنوان ديالها هو لا سوم دو دو زونتي رولاتيف باغ إكزومبل. دونك عندما نقوم بإدراج النص يكفي الضغط هنا على هذه الأيقونة هنا أوكي. يمكننا نقل هذا النص من مكان إلى آخر بطبيعة الحال عبر زر الفأرة، ثم تغيير بعض الخصائص المتعلقة به، مثلا غا هنا مويان ولا غوند، يعني على حسب العنوان، هل أريد عنوان يعني بشكل واضح بشكل كبير أم عنوان مصغر بطبيعة الحال. هنا سنقوم بتثبيت الآن هذا النص حتى لا يتمكن المستعمل من تحريك هذا النص. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن المجموع فالأمر يتعلق بمجموع عددين، وهذا يعني بأننا سنحتاج إلى عددين للقيام بهذه العملية. دونك لاستعمال الأعداد سنلجأ إلى كيرسور، نضغط على شاشة الجوجبرا فيظهر لنا هذه أو فتظهر لنا هذه النافذة. دونك هنا سنختار نوع هذه الزالقة، دونك يعني نوع الأعداد التي نريد التعامل معها. دونك مثلا هنا سنختار ديزونتي. تغير الاسم هنا، كان الاسم هو A وتغير إلى N، دونك سأتركه كما هو. القيمة الدنوية التي سنتعامل معها هي واحد، والقيمة القصوية يمكن أن أقوم بإدراج هنا عدد بطبيعة الحال كيفما أشاء، لكن سأقوم أنا فقط بإدراج العدد 20. أضغط مرة أخرى لأحصل على نافذة أخرى، عبرها سنقوم بإدراج العدد الثاني الذي سنتعامل به، هو مثلا هنا M طبيعة الحال مينيسكول. القيمة الدنوية مثلا هي واحد، والقيمة القصوية هي بطبيعة الحال مثلا 20.
هنا يمكننا مثلا اختيار العدد صفر بطبيعة الحال. الآن يمكنني تلوين الكورسور N، عدد N، تلوينه باللون الأحمر حتى أعبر عن عدد المجابة، والكورسور M باللون الأزرق حتى أعبر عن عدد السالب. دونك هنا يمكنني إنشاء دائرتين أو قرصين، دونك سيركل افيك ان سونتر ان غيون. دونك هنا دونك غادي يطلب مني أنني نقوم بإدخال الشعاع، دونك سأدخل قيمة عددية بطبيعة الحال، دونك مثلا 0.5. لاحظوا معي هنا حصلت على دائرة، وبجانبها يمكنني أن أقوم بإدراج دائرة أخرى كذلك شعاعها هو 0.5. طبيعة الحال هاتان الدائرتان، الدائرة الأولى سأقوم بتلوينها باللون الأحمر، والدائرة الأخرى سأقوم بتلوينها باللون الأزرق. دونك هنا يمكنني إضافة بطبيعة الحال الرمز المجموع بين الدائرتين، يمكنني إضافة رمز المجموع دونك عبر إدراج نص هنا، أضغط لكي أحصل على هذه النافذة، ثم أضغط على إدخال رمز المجموع الذي هو بطبيعة الحال علامة زائد. دونك هذا النص يمكنني أن أسحبه لكي أضعه بين الدائرتين هنا، ثم أجعل الخط بشكل واضح. يمكنني إخفاء لاغري هنا هذه الشبكة، هذه لو بوين ا كذلك يمكنني إخفاؤه، لو بوين بي كذلك يمكنني إخفاؤه. الآن سأضيف نصا آخر، سأكتب هنا رمز التساوي تساوي بطبيعة الحال تساوي ماذا؟ تساوي صفر. دونك عندما يلتقي الزر الملون باللون الأحمر مع الزر الملون باللون الأزرق فإن النتيجة قلت سابقا هي الصفر. دونك هكذا سأقوم بتثبيت هذه الدوائر وهذا النص كذلك، ثم النص الآخر اللي هو الذي يحمل رمز التساوي. هذه الزلقة يعني تمثل الأعداد الموجبة، وهذه الزلقة تمثل الأعداد السالبة بطبيعة الحال. سنعود إلى المعلم دونك ليزاكس. دونك هنا سأقوم بإدراج بطبيعة الحال مجموعة من الدوائر التي تعبر عن العدد N. هنا مثلا إذا كان N يساوي 6 يجب أن أحصل على 6 دوائر باللون الأحمر، ومثلا إذا كان M يساوي 10 فيجب أن أحصل على 10 دوائر باللون الأزرق. دونك نحتاج إلى إدراج مجموعة من الأوامر، ولأجل هذا الغرض سنقوم بإظهار لو شون دو سيزي، دونك شريط الكتابة هنا، دونك بالضغط على أفيشاج ثم شون دو سيزي، أو لا بالضغط على بالزر الأيمن للفأرة، ثم هنا من هذه القائمة هنا نختار القائمة الثالثة هنا، و لو شون دو سيزي هنا غادي نكوشيو هذه الخانة، هذه سنقوم بالضغط على هذه الخانة هنا افيشي. دونك لاحظوا بأنني قمت بإظهار شريط الكتابة. يمكنني أن أجعل شريط الكتابة بطبيعة الحال في أسفل الشاشة، لكن أحبذ أن يكون الشريط في الأعلى. دونك قلت بأنني قمت بإظهار المعلم خاص بالجوجبرا فقط لأنني سأقوم باستعمال الإحداثيات هنا. دونك هنا سنستعمل سنستدعي الأمر المسمى بسيكونس، سنختار الخانة أو الاختيار الأخير سيكونس إكسبرسيون. ماذا سنضع في إكسبرسيون؟ سنضع بطبيعة الحال للسيركل. دونك هنا عندما أضغط على سيركل يعني أريد إنشاء دوائر، وعندما أضغط على سيركل يظهر لي مجموعة من الاختيارات هنا، قائمة تحمل مجموعة من الاختيارات. سأختار الأولى التي تحمل بوان غيون، دونك هنا بوان يعني سأحتاج إلى المركز الدائرة، ولو غيون يعني سأحتاج إلى شعاع هذه الدائرة. دونك بطبيعة الحال لو بوان الذي سنقوم باختياره مثلا سيحمل إحداثيات عفوا إي صفر، دونك يعني سيكون أفقي. لو غيون سنختار مثلا 0.45. لا فاريابل المتغير هنا هو اي، دونك هذا اي هو فقط متغير، يمكنكم اختيار اي حرف ممكن. فاريابل بالنسبه لي هي اي. لا فالور دو ديبي يعني من غادي تنطلق من 0
إلى ماذا؟ إلى n ناقص واحد. ثم لبا يعني كيف سأنتقل من قيمة إلى أخرى، من نقطة إلى أخرى عبر إضافة بطبيعة الحال العدد واحد. دونك لاحظوا هنا بمجرد أني قمت بكتابة هذا الأمر ظهرت لي هذه الدوائر هنا باللون الأخضر. كم من دائرة هنا؟ كما تلاحظون هناك 6 دوائر. دونك أضغط على أحصل على هذه الدوائر. بطبيعة الحال سنقوم بتلوينها باللون الأحمر لأنها تعبر عن العدد الموجب. دونك لاحظوا مثلا دونك إذا قمت بتغيير فإن عدد الدوائر كذلك يتغير. دونك عندما يكون n يساوي 1 فإنني أحصل على عندما يكون n مثلا يساوي 6 فإننا نحصل على 6 دوائر. عندما يكون n يساوي 10 بطبيعة الحال سأحصل على 10 دوائر، 2 4 6 8 10 إلى آخره. الآن سنفعل نفس الشيء مع العدد m. دونك سنقوم باستدعاء الأمر السابق هنا ونقوم ببعض التغييرات عليه. دونك سيكونس دائما سيركل، يعني لو سونتر ديال لو سيركل هو اي زيرو. دونك هذا يمثل الدوائر الملونة باللون الأحمر. دونك الآن سأجعلها أسفل الدوائر السابقة مباشرة، مثلا هنا ناقص واحد. بطبيعة الحال نريد الدوائر الملونة باللون الأزرق، والدوائر التي سيعبر عن العدد الذي سيعبر عن الدوائر الملونة باللون الأزرق هو m. وهنا سأضع مكان m مكان n سأضع m، ثم أضغط على OK وأقوم بتلوين هذه الدوائر باللون الأزرق. دونك الآن حصلت على نوعين من الدوائر بطبيعة الحال، دوائر ملونة باللون الأزرق ودوائر ملونة باللون الأحمر. الدوائر ملونة باللون الأحمر تعبر عن العدد الموجب، والدوائر الملونة باللون الأزرق تعبر عن العدد السري. دونك هنا سنقوم بإضافة نص آخر بجانب كل نوع من الدوائر. دونك هنا سنضع بجانب الدوائر الحمراء سنضع n. دونك اوبجي شون فيد، ثم أضغط داخل الشون على العدد n، يعني الحرف n الذي يعبر عن العدد الموجبة. دونك هنا ظهرت لي نص مكتوب أمامه هو العدد 15. دونك 15 سأقوم بتلوينها باللون الأحمر. وسأضيف نصا آخر وأكتب مكان هذا النص العدد m. دونك سأقوم بإدراج الحرف m وسيعطيني بطبيعة الحال 8 هنا، لأن لدي 8 أقراص ملونة باللون الأزرق. سأقوم بتغيير اللون إلى اللون الأزرق حتى يتناسق مع لون الأقراص بطبيعة الحال. دونك لاحظوا معي هنا 15 قرصا. دونك العدد 15 هذا يعني بأن لدي هنا 15 قرصا. إذا قمت بتغيير n فأحصل مثلا إذا كان n يساوي 4 سأحصل على 4 أقراص، و n يساوي 8 يعني سأحصل على 8 أقراص. إذا كان m يساوي 2 فسأحصل على قرصين فقط من لون الأزرق إلى آخره. دونك العملية التي العملية الحسابية التي نريد إنجازها عبر هذه الأقراص هي، دونك سأقوم بإدراجها هنا، العملية التي نريد حسابها هي شون فيد. دونك سأقوم بكتابة n بطبيعة الحال زائد يعني مجموعة الدين المختلفة للإشارة زائد ناقص m، وليس m زائد ناقص m، ثم أغلق القوس بطبيعة الحال وأضع التساوي. دونك n سأضيف مسافة بين هذه بطبيعة الحال هذه الرموز حتى يظهر الشكل حيث سيظهر النص بشكل واضح وأنيق. دونك هنا نريد التساوي بطبيعة الحال التساوي كم تساوي هذه النتيجة. سنقوم بحسابها بطريقتين، الطريقة الأولى رياضية والطريقة الثانية بطبيعة الحال عن طريق استعمال هذه الأقراص. دونك أولا M و N سأقوم باستعمالهما في شون دو سيزي. دونك سأضغط على سوم، سأكتب عفوا
سأقوم باستعمال M و N لأجل الحصول على النتيجة، نتيجة هذه العملية الحسابية. دونك سأقوم بتعريف متغير، سأقوم بإعطاء هنا متغير أسميه SUM، وسيأخذ دونك هذا المتغير هنا سيأخذ القيمة التي نحصل عليها عن طريق حساب مجموع العددين M و N وناقص M. وهنا سنكتب مباشرة N ناقص M ثم أضغط على OK. سأعود إلى هذا النص أو بإعادة تحريره مرة أخرى. دونك هنا سأضغط على أوبجي شون فيد ثم أكتب مكان هذا الصندوق أكتب صوم. لاحظوا هنا عندما أكتب صوم، صوم هي 4. دونك 4 ماذا تمثل؟ تمثل العملية، يعني نتيجة هذه العملية الحسابية. إذا قمنا بتغيير M فإننا بطبيعة الحال نحصل على النتيجة هنا كذلك، 13 زائد ناقص 14 هي ناقص 1. مثلا هنا 7 زائد ناقص 14 هي ناقص 7 إلى آخره. دونك كإضافة هنا يمكننا بعد إضافة بعض التقنيات. دونك 14 تمثل عدد الموجب، دونك والعدد الموجب هنا قمنا بتلوينه باللون الأحمر، وهذا يعني أننا يمكننا استعمال نفس اللون للعدد 14. و M الذي هو 12 يمثل العدد السالبة، دونك يمكنني أن أغير اللون للعدد ناقص 12 إلى اللون الأزرق. وهذا ما سنفعله. دونك سأقوم بتحرير النص مرة أخرى. دونك أنا لم أريد كتابة الأوامر مرة واحدة، دونك أكتبها مرحلة بمرحلة حتى يمكن المشاهد من فهم هذه الأمور. دونك هنا سنقوم بإضافة Text Color. طبيعة الحال اللون الذي سنختاره هو أحمر، دونك بالإنجليزية Red طبيعة الحال. ثم أضغط على اللامة، يعني أين أو ما هو النص الذي نريده كتابته باللون الأحمر، بطبيعة الحال هو N فقط. بالنسبة لناقص M، دونك هذا العدد هذا نريد كتابته باللون الأزرق، دونك سأفعل نفس الشيء. دونك Text Color لما حتى أكتب اسم اللون الذي سنختار اللي هو بلو بالإنجليزية بطبيعة الحال، ثم أقوم بغلق هذه اللامة وفتح اللامة لأجل كتابة النص المراد تلوينه باللون الأزرق، ثم أقوم بإغلاق هذه طبيعة الحال اللام. الآن لدينا مشكل بالنسبة للصوم، سأضغط على أوكي. أولا لدينا مشكل هنا بالنسبة للنتيجة، النتيجة أحيانا تكون هذه النتيجة موجبة وأحيانا تكون النتيجة سالبة. عندما تكون النتيجة موجبة أريد تلوينها باللون الأحمر، لأن الدوائر التي سنحصل عليها بعد إقصاء الدوائر التي تحقق هذه العلاقة، لأن كل دائرة باللون الأحمر ودائرة باللون الأزرق تعطي بطبيعة الحال صفر. الآن سيتبقى لنا مثلا هنا 9 دوائر باللون الأحمر، دونك 9 دوائر باللون الأحمر يجب أن تكون 9 ملونة باللون الأحمر. وإذا كان العكس، دونك مثلا هنا إذا كان عدد الدوائر الزرقاء يفوق عدد الدوائر الحمراء، فإن النتيجة يجب أن تظهر باللون الأزرق، وعدد الدوائر المتبقية كذلك ستكون دوائر باللون الأزرق. أولا سنقوم بتغيير هذا النص مرة أخرى، مرة أخيرة. دونك بالنسبة لهذه الصومة هذه، دونك سأقوم بمسحها وأقوم بإدخال مجموعة من الأوامر. دونك هذه الأوامر تتعلق بالشرط، إذا كان N يفوق M فإن النتيجة نريدها باللون الأحمر، وإذا كان العكس يعني N أصغر من N فإن النتيجة نريدها باللون الأزرق. دونك هنا سأكتب ماذا؟ سأكتب CN is superior to M. إذا كان N سنبدأ بأكبر، إذا كان N أكبر من M فإنني أريد النتيجة ملونة باللون الأحمر. دونك سأكتب ماذا؟ سأكتب Text Color Text Color. دونك اللون الذي نقوم باختياره هو الأحمر، Text Color Red. ما هو النص الذي نريد كتابته باللون الأحمر؟ بطبيعة الحال النص هو الصوم الذي قمنا بتعريفها. وإذا كان العكس، إذا كان N أصغر من M، وهنا سأضع فاصلة دونك حتى أتمكن من كتابة نفي هذه العبارة. دونك إذا كان N أكبر من M سيكون النص ملون باللون الأحمر، وإذا كان العكس دونك سيكون النص ملونا باللون الأزرق. Text Color Blue بالإنجليزية بطبيعة الحال هنا، ثم أكتب النص الذي أريد تلوينه باللون الأزرق الذي هو عبارة بطبيعة الحال عن الصوم المجموع الذي قمنا بتعريفه.
عن طريق حساب n ناقص m. الآن سأقوم بغلق هذا القوس الذي قمت بفتحه هنا، سأقوم بغلقه في الأخير بطبيعة الحال، وهنا سأقوم بإعادة الإضافات. هنا سأقوم بضغط ليجيومي هنايا، ثم أقوم بالغلق هنا، كذلك هنا سأضع ليجيومي ثم أقوم بالغلق هنا بنفس الشيء، نفس الطريقة هنا ليجيومي ثم أقوم بالغلق هنا ليجيومي ثم أخيرا الغلق هنا. لاحظوا معي الآن، ثم أضغط على أوكي. سنقوم بتجريب هذه العملية. دونك لاحظوا معي هنا، دونك M تساوي 7 و N تساوي 16. دونك هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأن النتيجة ستكون هنا موجبة. دونك N يساوي 16 و M يمثل العدد السالب بطبيعة الحال هنا ناقص 7. دونك 16 زائد ناقص 7 دونك بطبيعة الحال النتيجة موجبة، وهذا يعني أننا قمنا بتلوينها باللون الأحمر. سنأخذ مثال آخر. دونك مثلا هنا 16 زائد ناقص 18، بطبيعة الحال النتيجة هنا ستكون نتيجة سالبة، وبالتالي فإن اللون الذي أخذه والذي تأخذ هذه النتيجة هو اللون الأزرق. الآن سنقوم بإضافة الدوائر الحاصلة، يعني بعد إقصاء الدوائر عن طريق هذه القاعدة، قلت بأن عندما يلتقي اللون الأحمر باللون الأزرق سنقوم بإقصاء الدائرتين معا لأننا نحصل على صفر. مثلا هنا ستبقى لنا 7 دوائر زرقاء، هنا سنقوم بكتابتها بطبيعة الحال. دونك سأعود إلى الأوامر السابقة، دونك سيكونس. عدد الدوائر طبيعة الحال يرتبط بالصوم، دونك هنا سأكتب سيركل دو سونتر اي دو سونتر اي، دونك هنا اي هو الأفصول وناقص واحد هو الأرجل، دونك سأقوم بإزاحتها نحو الأسفل مثلا 3. دونك لاحظوا معي هنا الدوائر ستظهر في هذا المكان. بطبيعة الحال عدد الدوائر سيكون أقصاه هو بطبيعة الحال 7، دونك هنا غادي نكتبو. دونك هذه ناقص 7 قمنا بتسميتها سابقا صوم، ولكن هنا سأحتاج إلى القيمة المطلقة، دونك سأكتب أبس ديال الصوم. دونك الآن لاحظوا معي كم من دائرة حصلت عليها هنا، دونك 2 4 6 8. دونك سأقوم هنا بتغيير 0 إلى 1، دونك ثم أضغط على أوكي. الآن لدينا مشكل في هذه الدوائر. دونك هذه الدوائر التي حصلنا عليها هنا بعض الأحيان يجب أن تكون ملونة باللون الأزرق عندما تكون النتيجة سالبة، وأحيان أخرى يجب أن تكون ملونة باللون الأحمر عندما تكون النتيجة موجبة. دونك هنا يكفي الضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم بروبريتي، ستظهر لنا نافذة على اليمين. دونك هذه النافذة على اليمين سنقوم باختيار افونسي، وتظهر لنا مجموعة من الخانات الفارغة هنا المتعلقة بالألوان كولور ديناميك. بطبيعة الحال لدينا هنا اللون الأحمر واللون الأخضر واللون الأزرق، نحن نتعامل فقط باللونين الأحمر والأزرق، هذا يعني بأن القيمة التي سنعطيها للون الأخضر هي صفر، وسنقوم بتغيير القيمة. دونك هنا مثلا الجوجبرا قام بإعطاء روج صفر، أنا سأقوم بتغيير والتحكم في هذه القيمة عبر مجموعة من الأوامر. دونك هذه القيمة ستنتقل بطبيعة الحال من 0 إلى 1. دونك متى تكون 1؟ يعني متى يكون اللون باللون الأحمر؟ دونك يكون باللون الأحمر عندما يكون N أكبر من M. دونك غادي نكتب هنايا، سأكتب إذا كان N أكبر من M، إذا كان N سي N سوبيريور M سأعطيه القيمة 1، وإذا كان العكس سأعطيه القيمة 0. سأكتب أمرا آخر في مكان اللون الأزرق هنا، إذا كان متى يكون اللون الأزرق؟ إذا كان M هو الأكبر من N، إذا كان N inferior M سأأخذ القيمة 1، وإذا كان العكس سأعطي قيمة 0، ثم أضغط على OK. ولا ننسى الاوباسيتي يعني شدة اللون، دونك شدة اللون بطبيعة الحال سأضعها في 1 حتى أحصل على أقراص يعني مليئة من الداخل بطبيعة الحال وليس دوائر. دونك لاحظوا معي الآن حصلت على مجموعة من الدوائر الملونة باللون الأحمر. دونك هذه الدوائر التي حصلنا عليها هنا تمثل نتيجة هذه العملية الحسابية، 11 زائد ناقص 6 تساوي 5، وهذا يعني أننا قمنا هنا بالحصول على 5 دوائر ملونة باللون الأحمر. سنأخذ إمتان آخر مثلا هنا، لاحظوا ناقص 5، سنأخذ عدد الدوائر الملونة باللون
الأزرق هنا هو 5، دونك النتيجة تمثل ناقص 5. عندما يكون طبيعة الحال صفر سأحصل على صفر دائرة، ليست هناك دوائر تبقية. عندما يتم إقصاء كل قرص باللون الأزرق مع القرص المماثل له أو الموافق له باللون الأحمر، دونك لن يتبقى لدينا هنا دوائر، دونك بطبيعة الحال ستكون النتيجة تساوي صفر. دونك هنا مثلا 11 زائد ناقص 17 تساوي ناقص 6، وهذا يعني بأن تبقى لدينا هنا 6 دوائر باللون الأزرق. مثلا هنا لدينا n يساوي 20، دونك 20 زائد ناقص 17 تساوي 3، وهذا يعني بأن يجب أن أحصل هنا على 3 دوائر باللون الأحمر. وهكذا نكون قد أنهينا هذه البرمجية. الآن يمكن إضافة مجموعة من النصوص المصاحبة لهذه البرمجية. مثلا يمكننا أن نطلب من التلميذ إدخال العدد الأول، إدخال العدد الأول الذي هو n، وإدخال العدد الثاني الذي هو m، دونك عبر بطبيعة الحال إدراج نص هنا دونك شون دو تكست، ان شون دو تكست، دونك سأضغطو هنا مثلا. دونك سأطلب من التلميذ أو المستعمل إدخال العدد n، كم هي قيمة العدد n التي أريد إدخالها، وأربط هذا النص بالعدد n. دونك لاحظوا معي ستظهر هنا n تساوي 14، أضغط مرة أخرى وأكتب له m تساوي، وأربط هذا النص بطبيعة الحال الزالقة m، وأضغط على أوكي. الآن يمكنني إخفاء العدد n، ويمكنني إخفاء العدد n، والاكتفاء فقط ب n و m كما هو مبين في الشاشة. دونك هنا مثلا يقوم التلميذ بكتابة عدد، دونك مثلا 8، دونك لاحظوا فمباشرة نحصل على 8 أقراص باللون الأحمر. دونك هنا يمكننا تغيير الألوان بطبيعة الحال، دونك سأخذ هنا اللون الأحمر وهنا سأخذ اللون الأزرق هكذا. دونك m تساوي 8، دونك 8 أقراص باللون الأحمر. مثلا سنقوم بتغيير قيمة m مثلا 12 أو 14، سأحصل على 14 قرصا باللون الأزرق. دونك m 8 وعفوا n 8 و m 14، دونك m زائد 8 زائد ناقص 14 تساوي ناقص 6، وهذا يعني أننا سنحصل على 6 أقراص ملونة باللون الأزرق. نأخذ مثال آخر، مثلا في المكان ديال 8 نضع 18، دونك سنحصل على 18 زائد ناقص 14، دونك أبخي إليمناسيون يعني بعد استعمال هذه القاعدة سيتبقى لدينا فقط 4 أقراص باللون الأحمر، وهذا يعني بأن النتيجة تمثل زائد 4 التي هي 4. وإذا كان العددان بطبيعة الحال متقابلان، مثلا سأخذ هنا 14، عفوا سأكتب مثلا 14 مكان عدد 18، هذا يعني بأن عدد الأقراص الزرقاء يساوي عدد الأقراص الحمراء، يعني أن النتيجة تساوي 0. عددان متقابلان 14 زائد ناقص 14 تساوي بطبيعة الحال 0. دونك أتمنى أن تقوموا بإعادة هذه البرمجية، فهي بطبيعة الحال تحتوي على مجموعة من التقنيات المتعلقة بالجوجبرا. وإلى برمجية مقبلة بحول الله.